زوار ولا بلطجية؟ عايز سواق مدني ولا إضراب؟ هدوء ولا هدوء حذر؟ تقديم موعد ترشيح انتخابات الرئاسة حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ الله، طب دي كانت مؤامرة ولا دي كانت مشكلة بين فريقين؟ هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هل بعد سنة فعلا من قيام ثورة 25 يناير كان المفروض يكون ده الحال؟ طيب إيه اللي جاي؟ أسئلة بنسألها كل يوم وبتتسأل تحت قبة مجلس الشعب كل يوم. خلينا نعرف أكتر عن هذه المرحلة من خلال ضيوف متميزين جدا بنستضيفهم على مدى الأيام، والنهارده معانا أحد هؤلاء الضيوف المتميزين جدا. اسمحوا لنا طبعا يكون معانا النهارده في نهارك سعيد الاستاذ اسامه عبد العزيز، نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يمكن زي ما الشريف بيقول، الحال مش هو الحال اللي احنا كنا متخيلينه بعد 25 يناير. احنا عايشين في حاله من التخبط، صحيح. كل يوم بحال، وكل يوم في جهتين دايما مختلفتين على حاجه. صحيح. هنبتدي بس على اول حاجه، وهو فكره العصيان المدني اللي ابتدعوا ليه القوى السياسيه والجماعات. العصيان المدني هيبتدي يوم 11 فبراير. في ناس شايفه ان هي مع العصيان المدني لانه هيبقى مرحله تانية لاستكمال او تحقيق لاهداف الثوره وطريقه سلميه، بما ان الثوره ابتدت ثوره سلميه. وفي ناس شايفه ان العكس صحيح، ان الاقتصاد في وضع سيء جدا جدا، وانها بالعكس العصيان المدني ده هيؤثر على الاقتصاد وان احنا لازم نعمل وعجله الانتاج. راي حضرتك ايه؟ هو بس خليني الاول اقول ان احنا امام مشهد سياسي بشكل عام مرتبك، ده صحيح. وده يعني الثورات ده نتيجه طبيعيه جدا لاي ثوره بتقوم بيكون ده الوضع الطبيعي، لانه بيحصل في بدايه اي ثوره بتقوم اتفاق عام على اهدافها او المضمون بتاعها، لكنه مع الوقت بيحصل نوع من انواع مش عايز اقول الانقسام الحاد، وانما اختلافات في الرؤى وصولا الى الهدف الاسمى اللي قامت من اجله الثوره. ودايما الثورات في الغالب الاعم بتقوم لسببين، احدهما سياسي بحت والاخر بيبقى نتيجه اوضاع اجتماعيه الى جانب الاقتصاديه اللي بتكون وصلت الى مرحله سيئه للغايه. اذا عايز اقول اللي احنا شايفينه على مدار هذا العام امر ما يخوفناش، امر انا شايفه انه طبيعي جدا. اي ثوره بيحصل بعديها نوع من انواع العنف وزياده من التوترات، لانه الثوره في الغالب الاعم هي عمل استثنائي، فلازم اتقبل كل ما يدور بعدها لفترة من الزمن. طيب لكن شايف المؤكد انه هيحصل نوع من انواع الاستقرار حينما يستقر المشهد السياسي اولا. طيب ما هل اهداف الثورة اتحققت؟ لا طبعا. أوكي. طبعا في جانب صغير جدا من اهداف الثورة تحقق، ابرزه ان انت اسقطت رأس النظام، لكنك لم تسقطي النظام الكيان او جسم النظام نفسه، ما زال باقيا في جوانب او مفاصل الحياه السياسيه والاقتصاديه بالتحديد وكذلك الاجتماعي. السؤال بس اللي كنت بتسال عنه عن فكره العصيان المدني، انا شايفها احد المقومات او المؤثرات اللي بتشتغل عليها الثورات، لانه ده نوع من انواع او ورقه من اوراق الضغط على القائم على النظام انه يعجل بتلبيه مطالب الجماهير او انه يحقق جانب من اهداف الثوره اللي انا قلت لحضرتك عليها انها لم تتحقق بعد، لكنه بالقطع اذا نجحت هذه الدعوه هيكون لها تاثير سلبي على الاقتصاد. طبعا احنا شايفين الحاله الاقتصاديه بشكل عام فيها نوع من انواع الركود، انما من المؤكد اذا نجحت الدعوه واستجابت ليها الجماهير هيكون ليها طبعا مردود سيء على الاقتصاد المصري. خلينا نتكلم ونقول يا فندم، حضرتك اتكلمت ان ده طبيعي ان يكون في عنف او تخبط او الكلام ده كله في اي ثوره في الدنيا، بس صحيح. دايما كل ثوره في الدنيا، وده اللي بيعاب او بينتقد على ثورتنا، ان ما لهاش قائد، رؤيه واحده، قائد. والقياده مش شرط تكون شخصيه بس تكون فكره. المشكله ان اللي بيقال على هذه الثوره ان هي تفتقد القياده الموحده الفكريه والاتجاه الموحد، وده اللي ما يبررش بقى كل العنف والتخبط. تعليقك ايه؟ لا مو صحيح، يعني خلينا اختلف مع هذا الرأي، لانه الثورة المصرية هي ثورة شعبية، عشان كده غاب عنها القيادة او رمز القيادة اللي الجماهير تتوحد خلفه
علشان يبقى قائد لهذه الثوره. لا، الثوره هي ثوره او الفكره، ما هو ممكن تكون فكره زي ما احنا قلنا، ممكن مش شرط شخص، ممكن الفكر، الفكره الواحده والهدف الواحد التي تتوحد من اجله كل الفئات وكل القوى على الارض وفي السياسه، وانك تنحاز للهدف ده كمان للفكر. او للفكره بالظبط، ده اللي مؤدي للتخبط بالظبط. لا ماشي، وده اكبر دليل ان احنا يوم 25 يناير كان في جزء نازل يحتفل وجزء نازل يقول هي اثر الثوره ما خلصتش، بنحتفل بايه؟ فاهم قصدي؟ وغيره يعني. طبعا انا بس هختلف معاك في جزئيه انه في جزء نزل يحتفل، الجزء اللي نزل يحتفل ده كلنا عارفينه، هو اللي حقق مكسب او ثمره الثوره سقطت بين ذراعي. معروف طبعا التيار الاسلامي طبعا كان بيفكر في الاحتفال، لكن القوى الثوريه الحقيقيه اللي دفعت وقامت بهذه الثوره او تحملت اللواء القيام بها يوم 25 يناير وحتى 28 ثم الايام التاليه حتى 11 يناير بالتحديد، هذه القوى قالت لا مش هنحتفل لانه ثوره لم تحقق اي بس هدف. بس الاتجاه الرسمي ايضا، الاتجاه الرسمي ومثلا في المجلس العسكري كان، حتى الاتجاه الاعلامي كان، الخطاب الاعلامي هو الاحتفال بالثوره، وهنعمل اربع حفلات، حفله في الاستاد وحفله في الميدان. خطأ. وهنعمل تكريمات يعني وكوبونات وحاجات كده، فمش بس كانت القوى الاسلاميه، كانت ايضا الاتجاه الرسمي الممثل في حكام البلد. ما برضو ده كان يعني، خليني اقول انه ده كان احد الاخطاء اللي وقع فيها المجلس العسكري. وطبعا مع احترامنا وتقديرنا للجيش المصري، لكنه لما المجلس العسكري بيتولى سدة الامور وبيدخل في السياسه، يبقى من حقنا طبعا ان احنا نقول انه اخطا، وعلينا ان احنا نقاوم هذا الخطا، وعلينا كمان ان احنا نضع له الحلول، مش مجرد عمليه الهدم او الانتقاص او الانتقاد، لكن ما نقدرش نتجاهل الدور اللي لعبه الجيش في تعضيد الثورة، مش القيام بالثورة، تعضيد الثورة. هو ساند الثوار، ما فيش كلام. صحيح لما دخل أو تولى أمور البلاد وقع في عدة أخطاء، ودي أمور طبيعية لأنه يفتقد الخبرة السياسية، لكنه عنده الحنكة العسكرية، ده أمر ما فيش خلاف عليه. الحنكة العسكرية على الحدود يعني، يعني طبعا ما هو ده وظيفة الجيش، ده وظيفة أي الجيش دولة يعني في العالم، إنه في سكناته والحدود وسواء في الداخل أو في الخارج، ده أمر مفروغ منه. طيب نفتقد الرؤية الواحدة، هنفتقد نرجع تاني فكرة الرؤية الواحدة، هل الثورة المصرية ما عندهاش اتجاه تمشي وراه؟ او زي ما قلنا تاني مش قائد بس فكره. ازاي ده؟ هو ده اللي ده تخبط، ده في فكره بس ما فيش حد منحاز للفكره بالظبط. في ثلاث افكار حقيقيه وراء ثوره 25 يناير، مش هيقدر يعني الاولاد الانقياء اللي قاموا بثوره يمكن ما قدروش يوصلوا الثلاث افكار حقيقيه للثوره الى معظم الجماهير: عيش، حريه، عداله اجتماعيه. الاهداف دي ما هو للنخبه يعني، مع الاسف انه النخبه او المثقفين هم بس اللي هنقول بيقروا يعني حد ادنى، هم اللي بيقدروا يستوعبوا هذه الاهداف الثلاثه الحقيقيه، لانه الاهداف الثلاثه دي لو اتحققت بجد، والقائم على او صانع القرار في اللي تولى الفتره من 11 يناير الى يومنا هذا كان نجح في تحقيق جانب من الاهداف الثلاثه دول، كنا هنوصل للنتيجه. يا فندم، هو بيتم اتهام الثوار بالعماله والخيانه، وبعد كده بنيجي نحتفل بالثوره، هو الشعب هيتلخبط يعني، شويه نحتفل بالثوره وبعد كده شويه لا الثوار بلطجيه، لا بعد شويه لا نحتفل بالثوره يعني 25. انا بس جمله انه الثوار بلطجيه دي لازم تلغى من اي مضبطه، سواء مجلس الشعب، سواء من الشارع، سواء من الاعلام، سواء من يعني مقروء او مرئي او مسموع. فكره انه سائر بلطجي او المقارنه او لا، ده خطا جسيم، وعلى الجميع انه ينتبه. الراي العام يعني، قاده الراي العام الممثلين في الاعلام بالتحديد، ده دورهم ان هم يوضحوا المساله دي. يا فندم، اذا كان ده بيتم تحت قبه مجلس الشعب، ده خطا، بيتم مناقشات بقى، مناقشات وحتى نقعد نتكلم بقى، حصل من جلسه اول امبارح دي كانت جلسه يعني مميزه. تم اتهام كمان دكتور البرادعي بالعماله والخيانه، ومفيش اي دليل. جسيم. بس انا عايز اقول لحضرتك يعني، يكفي انه مجلس الشعب يكفي فخرا انه في نماذج زي الدكتور عمرو حمزاوي اللي وقف بالامس
بشكل واضح وصريح وقال ارفض اتهام انه الثوار بالبلطجه وارفض اتهام الدكتور محمد البرادعي بالعماله والخيانه. دي امور لازم تتلغي من مازالت العقليه الامنيه بتتحكم في المجتمع المصري. ما هي دي بقى عايزين نتخلص منها. فكره الثوره لما قامت سواء كانت شعبيه كانت فكره انه يعني فكره النظره الى المجتمع الشرطي اللي عشناه على مدار ال 30 سنه الماضيه بالتحديد، انه الامن تغلغل في حياتنا سواء سياسيه او اجتماعيه، اختفى الامن الجنائي وتفرغ للامن السياسي، وطبعا عاشت الناس معاناه شديده جدا. فالفكره دي يعني من 30 سنه مش هتدوب في يوم طبعا. فكره ترسيخ المبدا الشرطي اللي كان موجود، انه كل حاجه بنبص لها انه ده عميل، انه ده خاين، انه بيتعامل، انه كلام انت محتاجه وقت طويل طبعا عشان توصلي لالغائه. طيب احنا دلوقتي سمعنا بقالنا على مدار اليومين اللي فاتوا في البرلمان وعلى مدار اليومين اللي فاتوا في الصحف عن اعاده هيكله وزاره الداخليه واعاده تطهير وزاره الداخليه. حضرتك من وجهه نظرك شايف ان ده يتم ازاي؟ ده عايزه جدول زمني طبعا. ان الخطوه الاولى بدات باقصاء حوالي 500 ضابط في عهد اللواء منصور عيسوي. طبعا الوقت كان محتاج او العمليه دي محتاجه وقت او جدول زمني للتنفيذ، لكنه للاسف انت عندك النهارده كام وزير داخليه تولى الوزاره خلال العام الاخير؟ ثلاث وزراء، وجدي عيسوي واللواء محمد ابراهيم مؤخرا. عشان توصلي للفكره اللي حضرتك بتطرحيها دي، يعني انت على الاقل امامك سنه حتى تتخلصي من القيادات. وبعدين مش بس كمان القيادات، هي كمان العقيده نفسها اللي تربى عليها ضابط الشرطه على مدار. احنا بقى لنا سنه بنطلب الموضوع ده، اعاده هيكله الشرطه، قلنا عايزين يبقى فيه. ما هو اعاده هيكله الشرطه تتم ازاي؟ ما هو انت لازم تخلقي جيل جديد متربي على مبادئ على الاقل يعني الحفاظ على الوطن والحفاظ على حقوق المواطن. وده امر طبعا ضابط الشرطه اللي تربى في العهد البائد ده طبعا امر بالنسبه له، يعني حقوق الانسان دي ممكن تبقى اخر حاجه يفكروا فيها، او الحفاظ على النظام هو الاولويه. بالظبط. طب وتقديم كمان الضباط، يعني احنا ما شفناش اي محاكمه لضباط في قتل المتظاهرين خالص، يعني ما شفناش حد متهم. خليني يعني اتفضلي بصي بقى. واللي اتهموا طلعوا براءه يعني ثلاث ارباعهم. يعني عشان برضو احنا عندنا قضاء، من وجهه نظري انه هذا القضاء هو الجهه الراسخه او احد الجهات الراسخه اللي قايم عليها المجتمع المصري. مش عايزين ندعو الى هدم القضاء، انما احنا عايزين نعضد من القضاء، لانه لو انتبهنا وشفنا قضيه التمويل الاجنبي اللي مثاره على الساحه المصريه مؤخرا ومحاوله الامريكان ان هم يتدخلوا، يعني الامريكان دول بيلعبوا معانا في النقطه دي بالتحديد بوجهين. يعني هو في العلن يقول استقلال القضاء المصري ويدعم استقلال مصر ويدعم الديمقراطيه ويطالب النظام بانه يدعم القضاء المصري واستقلالياته، لكنه في الخفاء يطالب القوات المسلحه او المجلس الاعلى انه يتدخل في هذه القضيه تحديدا لمحاولة غلق هذا الملف. وده أمر خطير جدا، وعلينا أن ننتبه إلى ضرورة مساندة القضاء المصري. وإذا قلنا بقى أنه قضايا الضباط الشرطة، النهاردة إحنا ارتضينا بالقضاء حكم في الفصل في هذه القضايا. القاضي أمامه أوراق بيحكم بها، صحيح في بطء بس في الفصل في القضايا، وده امر طبعا يعني محتاج، لانه يعني ال 30 سنه اللي فاتت يعني اتصور ان انتم ما عشتوهاش يعني. طيب بس احنا قرينا عن الثورات اللي فاتت، وقرينا ان كان في قرارات بعد كل ثوره، يعني في قرارات ثوريه، يعني في محاكمات ثوريه، في تأميم، في مش حاجات بس في الدنيا يعني العالم في العالم يعني. وثوره 52 كده بالظبط، لكن بعض القرارات بس اللي كانت هتفرق مع الشارع المصري ما حسش بيها. بقالنا سنه بنسمع نفس الحاجات
من اول ما الثوره قامت، اعاده هيكله الشرطه، ما حدش يجي جنب القضاء، ما حدش يجي جنب لا ما حدش يجي جنب القضاء ده. طيب امر ما... امر مفروغ طبعا منه، وما حدش يجي جنب طبعا رجاء ننتبه ليه، لا نيجي جنب كل حاجه الا القضاء وما يجيش جنب المجلس العسكري. ما فندم لا تعالي جنب المجلس العسكري، شوفي يعني 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 انه هو صانع القرار، لا نيجي جنبه لانه ايه بقى تقلد امور البلاد السياسيه، فوارد انه يغلط، وارد انه يصيب، وقد اصاب مؤخرا في بعض. مين اللي بيدفع الفاتوره بقى؟ طبعا مين اللي بيدفع الفاتوره؟ الشعب المصري. الشعب المصري مؤكد يعني، يعني في الانتظار يعني. القضاء صدقوني ترانزيت. القضاء في حاجه الى عون كل مصر. انا لا ادافع عن اشخاص، لا يا فندم انا بدافع عن هيئه، عن هيئه كيان. طبعا كيان. كيان مهم جدا، وكيان يسود ما يسود برضه من كل المشاكل احنا بنتكلم عليها. طب خلينا نتكلم على قرار او يعني الخبر اللي احنا قلنا خبر سعيد وخبر لطيف، وفي الاخر طلع هو خبر التقدم او فتح باب الترشح للرئاسه يوم 10 مارس. هو ده هيفرق في ايه؟ وهل ده معنى تقديم ميعاد الترشيح معنى تقديم الانتخابات ولا ايه؟ يعني لو حصل هيبقى تقديم تسليم السلطه تقريبا شهر، يعني ممكن يعني ابريل بنتكلم ان احنا ممكن في ابريل عندنا رئيس. لا لا لا، لا. من يوم 30 يوم لا قبل 30 يونيو بقى. هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه قال ان هو ملتزم بخريطه الطريق، وخريطه الطريق هتبقى في شهر يونيو. طيب ما هو حضرتك انت فتحتي باب الترشح للرئاسه تقدم مارس. يوم 10 مارس ماشي. المفترض المده الزمنيه 60 يوم، يعني يوم 10 5 وبعدين هتجرى الانتخابات، يعني تقريبا يعني هي فتره زمنيه قليله جدا. انما هي في كل الاحوال احنا اللي يهمنا في هذا الامر انه الضغط اللي الولاد بيعملوه، الثوار العظماء اللي بيعملوه في الشارع المصري النهارده وبالتحديد امام وزاره الداخليه، بيؤدي الى انه احنا بنحقق ثمره من ثمرات اللي الثوره قامت من اجلها. لانه يعني فكره تسليم السلطه للمدنيين هو ده الهدف الاسمى. طيب اللي هنوصل له. حضرتك فتحت بقى نقطه حلوه ومهمه جدا. فضل. وزاره الداخليه أي. او يعني مش بنقول وزاره الداخليه، احنا بنقول الشوارع اللي هي اصلا المحيط. مش قريبه قوي من وزاره الداخليه، بس مش قريبه قوي من وزاره الداخليه. المهم يعني خلينا نتكلم ونقول ان دلوقتي كان في جلسه مهمه جدا امبارح لمجلس الشعب، اللي احنا عايزين نتكلم اولا امتى هيحس المواطن المصري بدور مجلس الشعب في الواقع حياته. هو دلوقتي حاسس ان هو مجرد مناقشات ليس الا. ونمره 2 وده الاهم، امبارح بقى كانت في الجلسه ديت احنا بنتكلم عليها كان في اختلاف فظيع جدا ما بين هو مين اللي برضو الطرف الثالث. احنا ما ضربناش خرطوش وما ضربناش اعيره، واحنا بس كنا بندافع وبنامن محيط الوزاره، والناحيه الثانيه بتقول امال ده ايه حضرتك اللي هو الخرطوش والاصابات والى اخره. ومن هنا يجي السؤال، الضغط دوت بيؤدي في الاخر الى ايه؟ يعني احنا عايزين نوصل لايه؟ وهذه الصراع بين عملنا لا ما عملناش، هم اللي عملوا لا ما عملوش، في لجنه ما تنساش اللجنه، في لجنه ومجلس الشعب في الاخر دوره فين في الارض؟ هو طبعا انت خلي بالك انت عندك مجلس الشعب يعني جديد، يعني كل معاني الكلمه بالظبط فعلا كل نوابه انا بقول خطوه اولى او سنه صحيح. اولى طبعا خلينا برضو نديهم فرصه. طبعا هي يعني الشارع مش هيدي فرص اكتر من كده، لكنه مجلس الشعب جلسته امبارح ناقشت يعني مناقشه جاده جدا اللجنة التقصي الحقائق اللي أسامة سليمان على ما أعتقد رئيس اللجنة التقصي الحقائق يعني بذل مجهود جبار في الوصول إلى أنه لا الداخلية ضربت خرطوش مفيش كلام وفي إصابات على الناحيتين، بس إصابات على الناحية التانية أكتر بكتير. طبعا مفيش كلام. طب ماشي. يعني 12 قتيل من سواء في القاهرة أو في السويس 5، السويس 5 والقاهرة أظن 7. ووزير الداخلية طلع وقال برضو لا لم نطلق الخرطوش، ما ضربناش. هو قال لم نطلق الخرطوش برضه لم نطلق، وعندنا واحنا بس بنأمن، وبقى اللي احنا برضه بنسمعه من اول يوم من ايام بقى مجلس الوزراء. خطا طبعا، خطا مفيش كلام وهيتحاسب عليه، لكنه ما يبقى عندك مجلس شعب بيقدر انه يحاصر وزير الداخليه، يحاصر وزير الداخليه ويستدعيه اربع مرات في خمس جلسات، هل ده مش مكسب؟ طب صحيح هو مكسب. ثم ماذا؟ زي ما شغال يا فندم، هو الشارع المصري متوقع من مجلس الشعب ايه؟ دور مجلس الشعب احنا بس ثم عايزين يعني منتظر بعد منه القرار وبعد المناقشه وبعد احنا ما قلنا لا ما قلناش، ما احنا قلنا لا ما قلناش، ده بيحصل في التلفزيون على فكره وبيحصل برضه في بيتنا وبيحصل في كل توقعات ان مجلس الشعب هيسحب الثقه من وزير الداخليه في الجلسات القادمه. هل ده مجلس الشعب يا فندم ولا الفكره ان مجلس الشعب ايوه انه تشريع القوانين يعني احنا بالظبط الرقابه والتشريع، الرقابه والتشريع هو ده دوره. فالشارع المصري مستني منه هيقوم بدوره بالظبط،
أوكي. وهنشوف في القريب العاجل سحب الثقة مش بس من وزير الداخلية، منتظر بشكل كبير جدا انه يتم سحب الثقة من الحكومة الانقاذ الوطني الخاصة بالدكتور كمال الجنزور، ويتم تشكيل حكومة تانية. طبعا تشكيل حكومه، ايه المشكله؟ لا لا خالص، انا عارفه ان كده كده رئيس الجمهوريه المنتخب مفروض ان هيغير يعني بحكومات المفروض او لا بالظبط، بس يعني نتمنى انه يتم اختيار، هو ده المهم بقى، ايوه، لجنه تاسيسيه حقيقيه تمثل كل اطياف المجتمع المصري بطياراته لوضع دستور، الدستور ده يخدم المواطن المصري بجد، ويخلصنا بقى من الاله الفرعون اللي اعتدنا احنا عليه. احنا لحد دلوقتي مش عارفين احنا نظام برلماني رئاسي ولا نظام رئاسي. لا دي عربي خالص. وبعدين انت انت دي واحده ثانيه خالص. اللجنه 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 التاسيسيه للدستور اللي هيتم اختيارها حاليا هي دي المنوطه بان هي تنقذ سفينه الوطن وتعبر به او تمر بها الى ممر الامان. وده طبعا واحنا معاها. طب ممكن احنا نعدي معاهم ممر الامان ولا وطن عادي لوحده واحنا مش والشعب هيفضل قاعد يتفرج على الشعب؟ يا ريت والنبي، يعني ان الوطن اصلا يتم استعمال كلمه الوطن دي، انا اتوقع ان صالح ناس كتير. انا الدستور اللي هيتم وضعه طبعا هو في خدمه الشعب اولا وتقليص كافه الصلاحيات اللي كان واخدها رئيس الدوله او الاله الفرعون والحكومه. وانا مش عايز اطول عليكم كلامنا. بالظبط، وكلامنا عايزين نقعد مع حضرتك كتير. لان احنا لسه لازم نتكلم على مرشحين للرئاسه والانتخابات ودور الانتخابات ومرشحين الرئاسه. انا كنت شايف سؤال دي قاعده ثانيه بقى، كنت شايف سؤال الاسئله الخاصه بمرشح الرئاسه. تفتكر مين؟ لا انا ما يهمنيش افتكر مين، المهم هيعمل ايه، ولا يهمني. انا يهمني بنسميها ايه، هي الكيان بتاع رئيس الجمهورية. هو وغيره. أولا الدستور يضع له صلاحيات يبقى محددة، معروف دوره، مدد زمنية. الأهم اللي احنا محتاجينه في الدستور الجديد التأكيد، التأكيد على أهمية الفصل بين السلطات، سواء تشريعية تنفيذية قضائية، ده أمر طبعا مهم جدا. الاستاذ اسامه عبد العزيز نائب رئيس تحرير جريده الاهرام، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. والكلام ما بيخلصش. طبعا الكلام ما بيخلصش، مش هيخلص. هيخلص حتى احنا مكملين. بس ان شاء الله كده. ايوه بس ان شاء الله باذن الله كده واحد مره ثانيه ان شاء الله. يلا ننتقل لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد وشريف. يلا بينا.